إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ومن هؤلاء الرويبضات التافهين ومن الملاحدة المدعو دكتور محمد شحرور. وللأسف الرجل ده رغم إلحاده وعداء للإسلام وسب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القنوات الفضائية كثير منها كانت مفتوحة له حول العالم العربية والأجنبية، وكذلك مواقع التواصل برضو مفتوحة له للأسف الشديد. وهكذا علمتنا دائما الأجهزة الإعلامية في العالم الإسلامي بحربهم للإسلام وحربهم للدين للأسف الشديد، وفتحهم الأبواب على مصراعيها على كل ساقط ولاقط وملحد وسفيه ومجرم. ففتحوا لهذا الرجل المدعو دكتور محمد شحرور أبواب، وانتشر بين الناس إنه مفكر إسلامي وإنه رجل فكر ورجل عبقري وما هو إلا ملحد. وده ما كلامي أنا، ده كلام العلماء الكبار عن هذا الرجل تحديدا محمد شحرور. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سألوه عن شحرور ده ذاته، قال: التقيت به وتبين لي بعدما ناقشته أنه ملحد. وأنا جايب لك الليلة بس ثلاثة أدلة صغيرة جدا من كلامه، صغيرة في الوقت يعني لكن كبيرة في الكفر والإلحاد. ثلاثة بس، مقاطع صغيرة، ثواني، كلها ثواني، بسمعك ليه؟ عشان تتبين وتتأكد إنه الرجل ده رجل ملحد ما عنده أي علاقة بالإسلام. وإن سموه العلمانيين والشعبيين والشيوعيين والملاحدة بأنه مفكر إسلامي، إلا أنه ملحد لا علاقة له بالإسلام أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. واسمع بنفسك واحكم. المقطع الأول ده بيقول فيه: أنا أؤمن بأنه رسول الله رسول، لكن مثله مثل شعيب وصالح نزل ليقوموا على راسنا، نحن ما إلنا علاقة به. قال: أنا مقتنع أن محمد ده رسول، لكن هو كباقي الرسل الجولة أقوام فقط، ما للبشرية عامة. قال زي صالح وشعيب. وأكد كلام الكفري، قال: نحن ما لنا علاقة به، على راسنا لكن نحن ما لنا علاقة به. يبقى زول أنا يقول ما عنده علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مسلم؟ مش نحن كفرناه، ولا يحتاج ذاته عالم يكفره كثير. هو قال: أنا ما عنده علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كده نسمع كلامه بعدين نشوف. أنا أؤمن أنه رسول الله رسول، بس مثله مثل مثلا صالح وشعيب إيش اللي قومه؟ نحن على راسنا بس نحن ما عدل. قال الكلام اللي ذكرناه قبل شوية، وده دليل يا جماعة على أن الرجل أصلا الرجل كان دسيس داخل الإسلام ولا علاقة له به. وكون يقول أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليقوموا فقط زي صالح وشعيب، ده كلام تكذيب للقرآن. أولا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال ليقوموا، رحمة للعالمين كلهم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وتكذيب ثانيا للسنة النبوية الصحيحة كما جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس، أو أعطيت خمس أشياء، أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وفي رواية أحد قبلي. وذكر من الخمسة قال: وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي
يبعث لقومه خاصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلام شحرور تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، والتكذيب للقرآن والسنة ده في حد ذاته كفر. خلي إنه قال إحنا ما لنا علاقة بالرسول ذاته، ده كمان كفر تاني وإلحاد آخر. وده يا جماعة يدل على إنه الدعاوى تحت العلمانيين الليلة والشيوعيين والأخوان المسلمين زي الشعبيين وغيرهم القاعدين يقول لك فلان ده مفكر إسلامي وفلان ده مفكر وعبقري وكده، ما هي إلا دعاوى لتسريب ونشر الإلحاد بين شباب المسلمين. بيجيبوا ناس ملاحدة زي ديل أولا، ويديهم ألقاب، يديهم ألقاب علمية كبيرة في ناحية علم، هي كبيرة لكن لا يستحقونها في الحقيقة. دكتور فلان، بروفيسور فلان، العالم العبقري فلاني. ثالثا يفتحوا له القنوات العالمية الكبرى كلها. رابعا يعملوا له هالة إعلامية إنه ما في أعلم من الرجل ده أبدا، ولم تنجب حواء مثله إطلاقا، وينشروا بين الناس. السبب من الأربع حاجات دي عشان يمرر الفكر الكفري بتاعه ويفسد الإسلام والمسلمين. دي الخلاصة، زي ما عملوا لطارق السويدان. وطارق السويدان اعترف بالكلام ده بنفسه بالمناسبة، براو لما جاء السودان هنا عمل لقاء، المهم عمل لقاء مع صحيفة سودانية عندي قاعدة في البيت، وقبل كده عرضتها في بعض المحاضرات الناس شافوها. قال أنا حياتي مقسمة لمراحل. لو بتتذكروا طارق السويدان في الأول ما كان ظاهر باسم دكتور، بعد شوية بقى دكتور طارق السويدان، بعد شوية بقى مفكر إسلامي، ولما بدأ بقصص، قصص الأنبياء وقصص السيرة النبوية وقصص شنو قصص شنو. لما اشتهر طوالي بقى ينزل فكره الكفري، قال يجوز أن تعترض على الإسلام، على الحاكم، على الدين، على الإسلام، حتى الاعتراض على الله ورسوله. قال أنا ما عندي في مشكلة، وقال يجوز للإنسان أنه يعتنق الدين الذي يراه ويعبد الرب الذي يراه، يكون درزي، يكون سني، يكون شيعي، يكون بوذي، كله واحد، ما في مشكلة. بعد ذلك طلع الكفر. ففي الجريدة دي لما عملوا معه اللغاء طارق السويدان قال أنا قسمت حياتي لمراحل. شوف الكلام ده كلام خطير، وفسر لك الشغل بتاع الجماعة المفكرين دي كلهم. قال المرحلة الأولى، قال المرحلة الأولى تجميع الناس حولي من خلال القصص، قصص الأنبياء والسيرة، ودي إن كان هي صميم الدين، لكن هم العلمانيين دي بيستخدموها لضرب الدين. لابد تعرف الفرق، مش معناته الناس ما يحكوا قصص الأنبياء ولا سيرة، لا، لكن دل بيستخدموها لأنها مشوقة القصص، فبتجمع لهم الناس. الخطوة الثانية بيبسوا أفكارهم. فقال الخطوة الأولى تجميع الناس حولي والشهرة، الخطوة الثانية قال المرحلة الثانية من حياتي، وهو بيحكي بنفسه قال بس أفكاري. فأول ما بدأ في المرحلة الثانية بس أفكاره طلع الكفريات كلها، وده نفس الشغل الشغالين وكلهم نزع عدنان إبراهيم، محمد شحرور، وعدنان الرفاعي، وذاك اسمه وسيم يوسف. وسيم يوسف برضو بدأ بقصص وبتفسير الأحلام، ولما حوالينه كمية من النسوان لا حصر لها ولا عدد، ملايين النساوين. لما اشتهر بعد ذاك بقى يقول ما في حي اسمه صاحب بخاري، وبيطعن في السنة، وبقى يقول اليهودية والإسلام واحد، والنصرانية واليهودية والإسلام واحد. طلع بعد ذاك في المرحلة الثانية شنو يا جماعة؟ فكره. فنحن يا ريت المسلمين ينتبهوا للكلام ده. ما أي زول جابوه في تلفزيون ولا في قناة فضائية معناته هو نافع أو عنده دين أو هو عالم. قد يكون عنده دين وقد يكون ما عنده دين، وأغلبهم ما عندهم دين بالمناسبة. وداير دليل على كلامي ده أشوف الإعلام. أصل الإعلام في الغالب الأعظم ما بجيب لك زول نافع أصلا، بجيب لك زول يرضى عنه اليهود والنصارى لحرب الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الوثيقة الثانية بيقول الدكتور محمد شحرور حتى لو وصلني، بيتكلم عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن سفر المرأة يوم وليلة بدون محرم. الحديث طبعا مشهور وصحيح ومتفق عليه بين العلماء. فجاب الحديث قام علق عليه شحرور ده، قال حتى لو وصلني هذا النهي صوت صورة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنا غير ملتزم به. شوف الكلام ده كلام خطير كيف، ده والله من أخطر الكلام، بل هو أخطر الكلام.
قال كلام الرسول ده لو جابوا له الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم صورة وصوت يعني تأكدت إنه ده الرسول، قال أنا برضو غير ملزم به. يعني ذول موضوع ما إنه الحديث ده سنده ضعيف أو باطل أو موضوع، لا ده موضوع إنه الرسول ذاته لو جاء صوت وصورة ما بيقبل كلامه هو نفسه صلى الله عليه وسلم. شفتوا العدالة الإسلام ده كيف؟ وما بداها كده بالمناسبة شحرور، ده ما بدا الشغلة كده، لكن دي النقطة النهائية داري يصليها أصلا. أسمع الفيديو بتاعه. يعني إذا نهى رسول الله عن المرأة بدون محرم حتى لو وصلني هذا النهي صوت وصورة أنا غير ملتزم فيه لأنه أفعل. طبعا ده ينافي الإيمان تماما تماما. ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون، شوف أقسم الله عز وجل بربوبيته ونفسه نافيا الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه. فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الرجل ده ما مؤمن أصلا. بعدين قالنا لو جاني النهي ده من الرسول صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصورة أنا غير ملتزم به، لأن هذا قانون مدني. يعني القانون المدني الوضع البشر، قانون المدني ده شنو؟ ده الوضع الشيوعيين والعلمانيين ده خلاصته. والقانون المدني في مصطلح العلمانيين، أنا أعني مش أعني في مصطلح بعض القضاة، لا في مصطلح العلمانيين والملاحدة، المدني والمدنية تعني لا دين وضد الدين، زي مصطلح علمانية أو علماني أي لا ديني، نفس المعنى بالمناسبة. فده بيقدم القانون المدني اللا ديني على كلام الرسول، قال لو جاني النبي صوت وصورة أنا ما ملزم به لأنه قال يعني يخالف القانون المدني. وده أصل العلمانية، زول ده ورانا أصل العلمانية إن هي ضد الدين ومناقضة للدين، ولا تجتمع العلمانية والإسلام في مكان واحد أبدا. ده شحرور ده أنا بفتكر إنه جاب فائدة مع كفره ده، إنه ورى الناس العلمانية شنو؟ إنها ضد الإسلام ولا يمكن للإسلام والعلمانية أن يجتمعا. وفي كلام شحرور رد على العلمانيين المنافقين اللي هو أقول لك أنا إسلامي لكن علماني، وأنا شيوعي في الاقتصاد لكن مسلم في الجامع، ده نسف لهم الشبهة دي بالمناسبة. قال لك أنا ما بقبل كلام النبي لو جاني صوت وصورة لأنه ده قانون مدني. معناته المدنية والعلمانية مع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته ودينه ما بيجتمعوا أبدا. المقطع الأخير الملحد ده بيقول الله مذكر، الله مذكر بالنص كده عديل كده، الله مذكر والدليل قال، وطبعا دليله ما القرآن لأنه ما عنده علاقة بالإسلام أصلا، قال لأنه في الكتب المقدسة الله مذكر، وطبعا ما في كتاب مقدس الآن، القرآن هو كتاب ربنا لكن غيره ما في كتاب مقدس ثاني، لأنه ربنا قال عن التوراة والزبور والإنجيل اللي بيتكلم عنهم شحرور وبيستدل بهم كدليل، ربنا قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ربنا سبحانه وتعالى قال عن تلك الكتب كلها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. شوف الله قال كتبوا بيدينهم ما من الله، لكن كذبوا قالوا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فنسمع كلامه، قال لأنه جاءت الرسالات بعصر الذكورة، وده كمان باطل تاني، لأنه بيسموا عهد الأنبياء والرسل كلهم من أولهم لحد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم قالوا ذاك عهد الذكورة لأنه فيه اضطهاد للمرأة. وطبعا في البرنامج ده بالذات كان قاعد قدامه مرأة، وعرفت أظنه ده يتقرب للمرأة دي، وقاعد يشتم في الرسل والأنبياء ورسالاتهم وعهودهم، ذاك بيسموه قال عهد الذكورة لأنه فيه اضطهاد للمرأة. وده فهم العلمانيين كلهم زي بتاع قناة دي دبليو
المجرم اللي اسمه جعفر عبد الكريم اللي بيجي من ألمانيا ده، مجرم إجرام عجيب جدا وملحد برضه، بيجي يلف الدول الغربية والدول الإسلامية، وخلاصة رسالته إنه الإسلام ظلم المرأة. جاب له شيوعيات معاه ولابسين أردية وبناطلين لامين ملقطهم قدامه. نسمع كده مقطع. والله متذكرش. طيب. مش كتب المقدس يا الله متذكرش. ليش؟ لأنه إجت رسالات بعصر. وطبعا لا يجوز يا جماعة، بل كفر، إنك تصف الله عز وجل بصفة لم يصف بها نفسه. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. يعني ما بيجوز تمثل الله عز وجل بأحد من البشر أبدا، سواء كان الأحد من البشر ده ذكر ولا أنثى، ما بيجوز الكلام ده. ربنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل اليهود أو المشركين لما جاء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: صف لنا ربك، بماذا وصف لهم ربه سبحانه وتعالى؟ نزلت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فده آخر ما تيسر في فتح هؤلاء المزعومين من المفكرين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.